Next Qualified Code 176 اللي بعدها 176. اوكي نكست جو 181 المهر التالي 181. ونتابع مع المهر اللي بعده 189 next qualified called 189. Next qualified call 196 اللي بعده 196. Next qualified yearling call number 197 اللي بعده 197. Next qualified call number 203 اللي بعد رقم 203. Next piece number 205 اللي بعد رقم 205.
ونستقبل الآن آخر المؤهلين رقم 206 last qualified in the call 206. Okay, can we have all the qualified yearling calls back in the arena? نعود ونستقبل كل المؤهلين من الأمهار بعمر السنة 9 أمهار بواقع 3 مسابقات المحتلين المركز الأول والثاني والثالث. And so, from 3 classes, we had 9 qualified yearling calls. We will have them back in the arena. طبعا كما لاحظنا الدخول كان بترتيب الأرقام، الأصغر يتبعه الأكبر، لأن البطولة بطولة مفتوحة. الحكام الآن سيتجولون بين الأمهار وكل حكم يحدد اختياراته. غير مسموح طبعا التشاور ما بين الحكام، هو اختيار كل حكم. إذا رشح الحكم المهر بأن يكون مهر ذهبي يحصد المهر 4 نقاط، إذا الحكم رشح المهر بأن يكون فضي يحصل المهر على 2، وإذا رشحه بأن يكون برونزي يحصل على 1. بعد ذلك تجمع الأصوات ويكون البطل الذهبي هو الذي صوت له كبطل ذهبي بأكبر عدد من الأصوات، ويتبعه الفضي ويتبعه البرونزي. Okay, just to keep you in the atmosphere of the championship. It's an open championship. That's why the qualified yearling calls went into order. The younger followed by the older. That's why we started with 170, ending with 206. By the age, it's an open championship. So, the judges are not allowed to discuss their preferences, whereas each judge will do his decision. If he nominates the colt to be as a gold champion, then this colt will gain 4 golds. 4 silver, 2 golds. 4 bronze, 1 gold. And then the gold champion will be the champion who was voted to be as a gold champion the most, followed by the silver, followed by the bronze. Now, I want to wish them all the best of luck. All the colts have the same chances because it's an open championship. Good luck. هذه البطولة أعزائي برعاية مربط لسريع، نشكرهم على الرعاية.
مربط مصرية وكافة المرابط، والشكر موصول لكافة الرعاة. مع هذه الأمهار وكل مهر يقول زين عندي، لكن في النهاية واختيار الحكام واختلاف الأذواق وأعداد الأصوات والترشيح. هذه الخيل الجميلة والأمهار اللي تبلغ سنة واحدة فقط، إن شاء الله يكون لها نصيب على بداية الطريق عفوا بداية طريق التدريج والحصول على لقب ذهب أو فضة. هذه الأمهار عينها واسعة وفيها بحور الخيال. أمهار عيونها واسعة فيها بحور الخيال، تتعب العاشقين وتكسر الأمال. من غرامة نبرقعها ونضف لها الجلال والنشام تشاركها مع عيالها. الأمهار ركوب النشام يوم شهب الليال، فتنة جعل فال الله ولا فالها. نبيها للتنقل، نبيها للوغي، نبيها للقتال، دونها مزنة ما يكذب خيالها. يوم صغيت مشاربها وعذب نزلال، أغبد السيف والعز على حالها. هذه هي الأمهار، هذه هي ذكور الخيل العربية والعمر الصغير. طبعا هذه الأمهار أو الخيل بشكل عام في هذا العمر تهاب الإضاءة والإزعاج والجمهور، ولكن هذه تجربة جديدة لها، وتجربة إن شاء الله تضعها على بداية الطريق لتستمر بعد ذلك مع بطولة الأمهار، وتصبح في يوم من الأيام فخول منتجة للخيل العربي. As you know, ladies and gentlemen, we are in the yearling colt championship. When we say yearling, it means that we have really young horses, only 1 year old. Those horses, maybe this is the first time for them to be in such atmosphere with the loud, with the music, with the people around them, with the lights. But if they make it, it will be the beginning of their career, the beginning of their future. Finishing the third Doha International Arabian Horse Show with a title is the target of each and every colt, handler, and definitely owners. I will leave you now as we are all enjoying the beauty of those horses and wishing you all the best. Well, thank you, judges. That was fast. Nice and fast. Of course, professional team of judges, professional DC, professional photographers, professional audience. ما شاء الله. إذا البطولة كانت سريعة وجميلة وخفيفة وانتهى الحكام، نشكرهم، نشكر لجنة الانضباط، نشكر المتواجدين، ونتمنى إن شاء الله الفرصة الطيبة لكل مشاركين للوقوف أو لتمثيل بلادهم في الميدان لحظات، ويتم
احتساب الأصوات مع لجنة الانضباط مع لجنة التسجيل والإعلان خلال لحظات. ابقوا معنا أعزائي. The arena is empty as all the qualified calls went back to the warm-up arena, hoping to hear their number soon. The judges back to their places. DC and the score people will be calculating the votes, and I will be announcing the three champions. Sponsored by Sraya Asta. This program is offered by This program is offered by
بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد حسم النتيجة جاء وقت الإعلان، ونتوكل على الله لنعلن أول بطل، وهو البطل البرونزي. Ladies and gentlemen, bronze champion. Bronze champion is called number 205 زايد الجميل for قطر and الجميل stud. مهر رقم 205 زايد بطل برونزي 205 come to the arena. What is our bronze champion? Zaid Al Jumail 205. Welcome to the arena. Congratulations. Okay, let's move on, DJ, to the silver champion. Give us some beat. أعزائنا الحضور، المهر الفضي هو لمربط الوجبة، والمهر رقم 206 إيصار الوجبة 206 سيلفر شامبيون فور قطر الوجبة استاد إيصار الوجبة إعصار إعصار، وإن شاء الله ما يكون إلا إعصار بالفوز. إعصار الوجبة Ladies and gentlemen, the gold champion, البطل الذهبي. Louder, louder, louder. The heartbeat. يا ترى لأي نشيد وطني أو سلام سوف نقف تحية. سوف نقف تحية أعزائي للمملكة العربية السعودية ومربط ال راجحية 176 قيصر آر جي جولد تشامبيون كينغدم اوف سعودي عربيا. Those are our champions. بانتظار وصول الملاك ليصطفوا أمام أبطالهم. مبروك لمربط الراجحية الذهب، مبروك لمربط الوجبة الفضة، مبروك لمربط الجميل البرونز، وكل الشكر لمربط السريع لرعايته هذه البطولة، بطولة أمهار بعمر السنة. فليتفضل الملاك بجانب الأبطال، وندعو مشكورا السيد عبد الله ناصر الكعبي، فليتفضل معنا للتتويج. يقدم الكأس السيد عبد الله ناصر الكعبي لقيصر ار جي. مبروك لمربط الراجحية. وأعزائي في هذه اللحظات دعونا نقف تحية لسلام الدولة الفائزة المملكة العربية السعودية. Ladies and gentlemen, can I ask you kindly to stand for the national anthem of the winning nation, Kingdom of Saudi Arabia. Thank you.
ألف ألف مبروك المملكة العربية السعودية قيصر أرجع الذهب، مبروك لمربط الراجحية، مبروك للمالك سيد حمد بن محمد بن سلمان الراجحي، وإلى الفضة نهنئ مربط الوجبة، مبروك لعصار الوجبة، ألف مبروك لقطر الفضة سيلفر تشامبيون goes to قطر عصار الوجبة on Dubai الوجبة استاد ماني كومبراتيش. ونبقى مع قطر والتهنئة الآن للبطل البرونزي زايد الجميل، مبروك لمربط الجميل، ألف مبروك لقطر والميدالية البرونزية برونز ميدالز goes to زايد الجميل on Dubai الجميل استاد ورقة. مرة أخرى مبروك للأبطال، ونشكر مربط السريع للرعاية، الشكر موصول لكان عبد الله ناصر الكابتن. Congratulations to those three champions, gold champion قيصر أرجي the gold champion of the Olympic Gold of the third Doha International Arabian Horse Show. Our thanks for السريع استاد for sponsoring this championship and for Mr. عبد الله ناصر الكابتن.